بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تحيتنا بحضراتكم تتجدد كالعادة، تحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من ميدان المرموم متواصلون عبر شاشة دبي ريسنج. شكرا للزملاء المعلقين في التواصل في الأشواط الماضية. أتواصل مع حضراتكم مع الجعدان أو مع الإبكار عفوا في الشوط الثالث، ثالث أشواط الإبكار اللقاية. مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، العمالقة المضمرين المحترفين في التضمير يقدمون هذه النوعيات، ينطلقون. وهذا غياث الهلالي من يقود هجن العاصفة على مقدمة الشوط، الشاهينية على رأس الحربة، بينما تليها في المركز الثاني، المركز الثاني هذه النهضة، النهضة لاسمه الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان، يقدمها محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري، ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز، وحشيمة، حشيمة لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد يقودها في التضمير، مختار بن أحمد بن عبد الملك أيضا من المضمرين الرائعين. المركز الرابع في هذه اللحظة، المركز الرابع، التواجد مشاهد العزاء مع هملولة، هملولة على المركز الرابع، هملولة على المركز الرابع من هجن الرياسة، يتولى تضميرها سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. المركز الخامس، نشوف الخامس، هجن العاصفة تقدم الشاهينية مع غياث الهلالي على المركز الخامس. أما المركز السادس فتاتينا هملولة من هجن الرياسة، حمدان بن مروشد يقودها في عملية التضمير. والمركز السابع هملولة من هجن الرياسة ويضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثامن والتاسع والعاشر، ما شاء الله، ماليل الرياسة القادمة بالحمر في هذه المؤسسة العملاقة. ما ياتي هذه المشاركة وهذا الشعار إلا بدعم كبير من مؤسسة هجن الرياسة واستعداد المضمرين الموكلين لهذه المهمة ولهذه الإنجازات. جماهير في رياضتنا في كافة الخليج، خصيصا لهذه المؤسسات، خصيصا لهذه المؤسسات. والله في المهرجانات تشاهد متابعة عبر التواصل الاجتماعي، جماهير يمكن حتى ما يحضروا الميادين ولكنهم متابعين في رياضتنا العربية الأصيلة على الشاشات، على التواصل، على البث، على هذا الانطلاق في هذه الرياضة الجميلة التي تأتي بدعم جميل ورائع من قادة هذا الوطن طال الله في أعمارهم، وانطلاقت جماهيرها ومحبيها وعايدها على كل أبناء الخليج. عموما على كل حال، أعود إلى الميدان وأعود إلى المركز الأول وانطلق مع مقدمة الشوط. بدع ثلاب هذا اللي ينتج هذه السلالات، حشيمة، حشيمة لمعالي الشيخ محمد بن بطيا الحامد، مختار بن أحمد كذلك يقودها، يقودها في عملية التضمير والتدريب. ولكن المركز الثاني، المركز الثاني هجن التراث أيضا قدمت دور وقدمت إنجازات لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان. شكرا يا بن ياعد على هذه المشاركة. ولكن هذا الشاب، هذا الشاب المتعب، هذا الشاب المتعب، يا سلام يا سلام يا سلام، حمدان، حمدان، حمدان بن مروشد مع شعار هجن الرياسة يقدم هملولة على المركز الثالث، على المركز الثالث. والمركز الرابع هملولة من هجن الرياسة مع العملاق أبو هند في هذه الانطلاقة والمتابعة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا الشوط، وهكذا الأثارة، هكذا الحضور دائما في المرموم بكل ما هو جميل. ما شاء الله، بدوا الجماعة والمضمرين من بداية الموسم مبكرين لهذه الشعارات. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. أعود إلى المركز الأول، هملولة غيرت على مقدمة الشوط من هجن الرياسة، يقود أحد الشباب المضمرين
حمدان بن محمد بن سعيد بن مروشد يقدمها على مقدمة الشوط، يقودها إلى هذا الموقع إلى هذا المكان، يسجل النقطة الثالثة في هذا الصباح الثلاثة الأشواط مع شعار هجن الرياسة ومع الشاب المتعب حمدان بن محمد بن مروشد الذي يقدم ويبذل جهود بينة وملحوظة مع هذا الشعار ومع هذا الانطلاق إلى هذا الموسم في هذه الانطلاقات. هذه هي عامل الأولى تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني حشيمة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، المركز الثالث عامل الأولى والرابع عامل الأولى من هجن الرياسة، المركز الخامس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد النهيان. هكذا النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. عودة إلى التوقيت الزمني على شاشة تلفزيون دبي ريسنج في هذا الانطلاق، 6 دقائق و6 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس لهجن الرياسة وشكرا حمدان بن مروشد على المتابعة. المركز الثاني بنشوف التوقيت الزمني هناك 6 دقائق و7 ثواني و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، شكرا مختار بن أحمد بن عبد الملك المتابع في التضمير والمقدم هذه النوعيات. 6 دقائق و10 ثواني بالوفاء والتمام هم الأولى من هجن الرياسة. نعم، وحمدان بن مروشد يتابعها.